بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين يا أكرم الأكرمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عادة الشيخ رحمه الله الطيبة أنه كان يبدأ كلامه بالدعاء لمن يستمع ومن يبلغه هذا النداء، وهذا دليل على نصحه رحمه الله للأمة وحرصه على نجاتها، فإنه يدعو للمسلمين عامة وخاصة دائما وابدا، ويفتتح كلامه بالدعاء للمسلمين كما سمعتم في مبدأ هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. حفظكم الله. هذه الرسالة، رسالة الشيخ، القواعد الأربع، في نبذة عنها يا شيخنا؟ قواعد الأربعة هذه لا شك أنها مهمة ومفيدة، وأن كل مسلم يحرص على معرفتها والعمل بها، لأنها قواعد عظيمة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لمن وجه الكلام إليه، وهذا من نصحه وإخلاصه للمسلمين، أنه يدعو لكل مسلم عموما ولطلبة العلم خصوصا، فهو إمام ناصح رحمه الله، حريص على توجيه المسلمين إلى ما ينفعهم، ولا سيما في أمور العقيدة التي هي الأساس، فكان يوجه الدعاء لهم أولا، ثم يذكر ما أراد أن يبلغهم من علمه المؤيد بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله في رسالته القواعد الأربع: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. نعم،
من إذا أعطاه الله رزقا طيبا يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وإذا ابتلي صبر. إذا ابتلي، والابتلاء كل معرض للابتلاء ليتبين بذلك الصابر المخلص لله عز وجل الثابت على دينه ممن هو دون ذلك، وإنما طمعه دنيوي، فإذا ابتلي في دينه لم يصبر على الابتلاء، وإذا أعطاه الله شيئا من الخير فإنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، الله إليك. قال رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. نعم، وإذا أذنب حصل منه ذنب، وقليل من يسلم من الذنوب، فإنه ولكن المسلم يبادر بالاستغفار، والله جل وعلا غفور رحيم، يغفر لمن طلب منه المغفرة وتوجه إليه بالدعاء بطلب المغفرة، فإن الله قريب مجيب يغفر له. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذه الثلاث من وفقه الله لها فإن الله فتح له باب السعادة في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا الشيخ رحمه الله حريص على المتعلمين، فيدعو لهم في بداية حديثه معهم، يدعو لهم أن يرشدهم الله لطاعته. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الله جل وعلا يقول لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المعرض عما سوى الله، المقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحنيف. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الحنيفية التي هذا شأنه العظيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، فلا تدعو مع الله غيره، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه هو الرب الذي بيده ملكوت كل شيء، فتوجه إليه بالدعاء لتنال منه الإجابة في هذه المطالب العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا عرفت هذا فقد عرفت دينك وتوجهت إلى الله جل وعلا بهذا الدين العظيم الذي هو طريق النجاة من النار وطريق الفوز بالجنة. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.